رجعنا من جديد مشاهدينا الكرام، نتواصل معكم في ليالي الكويت. دائما الرياده الرياضيه تبقى للكويت، والرياده الاعلاميه تبقى لدوله الكويت، وايضا الرياده في الزملاء والاساتذه الافاضل الاعلاميين تبقى اكيد للكويت. معنا القامات الاعلاميه، الزميل والاستاذ الاعلامي القدير محمد المسند، واكيد الزميل الاعلامي مطلق نصار. حياكم الله وبرك الساعات، شوفتكم ونورتونا. القدير اكيد القدير حياكم الله، يسعدنا الحقيقه التواجد معاكم، مشكورين على هذه الدعوه، ونتمنى ان شاء الله يعني عندما تجمعوني مع ايضا قامه اعلاميه يعني صديق عزيز وزميل عاصرته يعني في الاعلام الرياضي، هذا اكيد راح يعطي الحلقه ويعطي الموضوع حقه حقيقه، لان الاعلام الرياضي مثل ما ذكرت محمد احنا في الرياده يعني أكيد. كنا وصلنا الى مرحله يعني كان الاعلام الرياضي يعني مثل اعلى حتى على مستوى دول الخليج. نعم. ونتمنى ان شاء الله ان يعود كما كان في السابق ان شاء الله باذن الله. وانا سعيد حقيقه كل السعاده، والتحيه لك اخوي محمد، ويمكن هذا ثاني لقاء معك وشيء، ومن فضل الله سبحانه وتعالى اسمح لي ليله واحده من بناتي زين متميزه ان شاء الله. الله يحفظك. انت ما شاء الله دائما يطق الباب في طق الباب. نعم. في بوك تفضل. نعم. انت محمد ابتسامتك ما شاء الله تبارك الرحمن، وهذه ضربه الباب، وهذه الابتسامه المصطنعه شيء، والطبيعيه اللي عندك ما شاء الله شيء اخر. فانا سعيد كل سعاده حقيقه بتواجد معاكم تلفزيون دوله الكويت، وخاصه احنا نعيش هذه الفتره من اجمل اللحظات التاريخيه في حياتنا الرياضيه والاعلاميه، خاصه لاول مره يجمعني هذا اللقاء أخ عزيز له باع طويل في الإعلام الرياضي، وليس كونه كان لاعبا أفضل مني في ذلك، لكن أنا سعيد حقيقة بوجود أخوي مطلق نصار. حياكم الله ونورتونا ابو مشعل ابو بدر، ونفس ما تفضلت الان احنا نعيش حدث رياضي كبير مع الشقيقه قطر واستضافتها لكاس العالم، وهذا حديث الساعه. بما انه هو حديث الساعه وحضرتكم انتم رياضيين، نبي نتكلم عن كاس العالم حاليا في اللي جاي حصل، خصوصا احنا داشين على الدور ال 16. منو المشجعات وشلون تشوفون مستويات الانديه اللي موجوده الان؟ يعني خلينا نكون واقعين، احنا من فضل الله سبحانه وتعالى عشنا كأس العالم. نعم. انا وبدر كإعلاميين عشنا معاشه تماما عندما تأهلنا 1982 الى كأس العالم في مدريد في اسبانيا، عندما وصلنا الى هناك، وهذا بحد ذاته يعني شرف كبير ان للدوله انها تصل الى هناك وليس منظمه. عايشنا يعني للبعض اللي ما يشعر قيمه كأس العالم ما يشعر فيه إلا لما يتواجد، لكن الآن من يتابع كأس العالم من خلال النقل جزاهم الله خير في دولة قطر الشقيقة وشهادتنا مجروحة فيهم كمنظمين، لكن ما قدموا لنا الآن أي واحد يشعر بقيمة نهايات كأس العالم والوصول إلى كأس العالم من خلال التغطية الإعلامية المتميزة التي لا يمكن لأي دولة أو أي مؤسسة تستطيع أن تعطي ما أعطتها دولة قطر من الجانب الإعلامي في التغطية لكل أحداث كأس العالم. لذلك لما أي إنسان يرى عالم المشجعين من أمريكا اللاتينية متواجدين، من أوروبا، من الولايات المتحدة الأمريكية، من يمكن في دول كثيرة لم نشاهد بهذا الشكل، يمكن صور بعيدة شوي كل البعد، الآن عن قرب قاعدين نعيشها، نعيش فرحة مو طبيعية، نعيش فرحة والله أقول لكم يا صغير وكبير. يعني أمهاتنا أبائنا أجدادنا قاعد يتابعون، أحفادنا قاعد يتابعون، وهذه لم تحصل في أي نهايات كأس العالم، وبدر أعتقد يستطيع أن يعبر أكثر ما أنا عبرت عنه. نعم أبو بدر، اليوم يعني قبل كانوا يقولون صعب أن أي دولة ممكن تحتضن بطولة بحجم بطولة كأس العالم، اليوم شقيقة دولة خليجية استضافت هذه البطولة وبنجاح، كيف ترى التنظيم التعامل الإعلامي مع هذه البطولة خصوصا في مجال الرياضة؟ طبعا شوف، بطولة كأس العالم ترى من البطولات اللي مو من السهل تنظم، وحنا كنا في فترات سابقة نقول مستحيل تنظمها دولة، وأكثر من دولة عربية ترى تقدمت في الترشح لتنظيم كأس العالم، من ضمنها المغرب، من ضمنها تونس، من ضمنها مصر،
طلبوا تنظيم كأس العالم، الجزائر أيضا، ولكن إحنا نعرف الظروف اللي تمر فيها التنظيم الرياضي، وأنا تقصد أن الفيفا دائما يحاولون يعني خصوصا في ظل الهيمنة الأوروبية على الاتحاد الدولي دائما يختارون أو يبعدون الدول العربية عن التنظيم. لكن أنا أعتقد قطر يعني عملت شيء خرافي يعني أمانة، حتى ذهول يعني الآن كل العالم، كل الإعلام الرياضي الأجنبي في ذهول، مو ذهول لأن قطر نظمت، شلون قدرت قطر تنجح في هذا. إحنا دائما نتكلم محمد وليلى يعني عن الطموح، إذا كان عندك طموح وعندك قيادة سياسية وعندك رياضة وعندك خطة وعندك استراتيجية وعندك وتكون الرياضة ضمن خطة التنمية وضمن البرنامج الحكومي، هنا يبدأ العمل الجاد. وأنا أعتقد للدور القيادة السياسية في دولة قطر من خلال سمو الشيخ الوالد الأمير الوالد الشيخ حمد كان الدور الأساسي في هذا الجانب، وأيضا استكمل المسيرة سمو الشيخ تميم. هنا القيادة السياسية عندما تريد أن تعمل من أجل نهضة الرياضة وإعطاء صورة، يعني حنك يقول لك الآن قطر صرفت على تنظيم كأس العالم 200 مليار دولار. نعم. 200 مليار دولار هذه شنو سوت؟ يعني مش عملية التنظيم، سووا غير البنية التحتية لدولة قطر. يعني قطر الآن تشوفها دولة جديدة. قطر أنت مو الحين نهاية كأس العالم سوف تكون مزار سياحي للكثير، وعطت صورة يعني مشرفة ليس لقطر حتى على المستوى الدول الخليج، وهذا يعطي أيضا دافع أيضا لدول الخليج أخرى. الآن احنا سمعنا أن المملكة العربية السعودية نعم. قاعدة تفكر في تنظيم كأس العالم وقادر على هذا الأمر، الإمارات، وإن شاء الله يجي اليوم اللي حنا أيضا في دولة الكويت يكون لنا شرف هذا التنظيم. يعني تخيل أن قطر هذه الدولة الصغيرة بعدد السكان وبالمساحة تنظم هذا العدد الهائل، وجود هذا العدد الهائل من الجماهير، وأيضا هذا العدد الكبير 32 فريق. تصور دور البطولة القادمة 2026 راح تنظمها 3 دول، كندا وأمريكا والمكسيك. نعم. تصور 3 دول وكل دولة ما شاء الله المساحة أكبر من الثانية. صح. فيعني ما حققته قطر يعني معجزة، والنجاح يعني مهما تكلمت عن النجاح يوم عن يوم نجد أن النجاح، وهذا مثل ما قلت لك هي قناعة دولة وقناعة ويعني عمل مشترك يعني في الشعب، الجهات الحكومية، القيادة السياسية، فساهم في هذا الجانب بالإضافة للتخطيط الجيد أمانة الاتحاد القطري لكرة القدم بقيادة الشيخ حمد بن خليفة. فأعتقد هذا كله يعني جت متكاملة في أن يكون هذا التنظيم اللي فعلا يشد الأنظار. وهذا بس إذا سمحت بضيف ما تفضل فيه أبو بدر، يعني الآن بعد هذا الزخم الإعلامي وما ترك من أثر في العالم أجمع وليس في عالمنا العربي بصفة خاصة، راح تكون الدوحة محط أنظار كل السياح. ما هو موجود من ما قدموه حقيقة، يعني حتى بسوق واجف هذا البسيط، أنا أعتقد كل واحد الآن في أمريكا أو أمريكا اللاتينية أو الدول الأوروبية راح سيأتي لما إلى كتارة، كل هذه الأماكن أنا أعتقد هذه من ضمن الأمور يعني اللي تسجل إلى نجاح قطر. انتهى كأس العالم لكنها تقول راح تكون أفواج سيأتون إلى دولة قطر. وهذا فعلا الآن نفس ما تفضلت بمشعل فوق 2 مليون مشجع دخل دولة قطر. لكن بالحديث عن الإعلام الرياضي، ربما نتحدث الآن عن الإعلام الرياضي الآن وتغطيته لكأس العالم، ماذا عن الإعلام الرياضي في وقت عز الرياضة أو في وقت، وخصوصا حضرتك عاصرت ورحت كأس العالم ورافقتهم في منتخب كأس العالم؟ طبعا لا يمكن يشعر بزخم هذا المكان زين وأمانته. يعني أنا لما أروح كنت أغطي رسالة يومية، رسالة يومية في، بس إحنا منقطعين على العالم، ترى إحنا في مدينة بلد الوليد لا نعلم عن ما يحصل في ترى في مدريد أو المدن الأخرى، لأن كل مجموعة في مدينة، ترى ما نعلم، التلفزيون لا ينقل لك كل فندقنا، ما ينقل كل أحداث هذا. لكن أيضا عندنا الله يغفر لهم ويرحمهم برحمته، اللهم عشان نعمل رسالة يومية، إحنا فريقنا خلاص انتهى،
ثلاث مباريات وطلعنا. طيب شو اللي ممكن نعمله في رسالة يومية؟ لكن فوزي جلال رحمة الله عليه استطاع مع الهندسة، تعالوا شوفوا لي القنوات شلون أنا استقطع أخذ منها مواد عشان أعمل رسالة يومية. إحنا تركنا بصمة أيضا ترى، لكن لو كان الآن موجودين في هذه راح تكون بصمتنا أوضح. نعم. يمكن العالم نسوا، لكن أنا لا يمكن أنسى، لا يمكن أنسى فوز جلال رحمة الله عليه وما يمشي وهو يحمل الجمل اللي هو التعويذة ها. نعم. لا يمكن أني أنا أنسى لما فهد الأحمد رحمة الله عليه قال حق فوز جلال أبي جمل ردا على طبعا نيوزيلندا بلا شك، وما يعني عيبوا علينا فيه صحراء والجمال و فيابوا الجمل من المغرب إلى بلد الوليد وخلوه إلى جانب الفيلا التي يعيش فيها منتخب الكويت. نعم. معسكر طبعا في البداية ما حد كان يعلم عنه، لكن والله أول ما الإعلام بدأ وسمع بدأت يعني توافد مو طبيعي، الوفود يصورون الجمل. واحدة أذكر واحدة من المذيعات تعمل لقاء مع يعني طبعا صورة جميلة، فتركنا أثر كبير. لكن لأن لما الآن أنسبها بالحدث الحالي كلش، لكن ترى وصولك إلى كأس العالم وما عانيناه، ترى ما عانيناه ليس الجانب الإداري أو الفني، حتى الإعلام احنا بعملية الوصول لكأس العالم ليست سهلة. فريقين الآن سهولة للوصول، كانوا فريقين فقط من آسيا يوصلون، وصلنا احنا مع نيوزيلندا من التصفيات اللي في الكويت إلى التصفيات اللي ذهبنا فيها لنيوزيلندا والصين والسعودية والعودة كذلك. لكن شعرنا بقيمتها، شعرنا عرفوا شيء اسمه الكويت. الآن مثل ما العالم الآن شلون يكون قطر 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 قطر، فما بالك وبعدين مثل ما تفضل بدر، قطر بالمساحة 11,000 كيلو، مساحتها السكانية بتعداد بشري 300,000 أو 350,000، عملوا المعجزات فيها. عزيز على ما تفضل في بدر، الآن قطر دولة حديثة. نعم. بما معناه أنا لست متخصص في هذه الأمور، لكن أقول البنية التحتية دولة جديدة. 50 سنة قطر تنساها. لا يغركم 200 مليار أو 220 مليار. نعم. ترى تنظيم كأس العالم يمكن ربما يأخذ 8-10 مليار. نعم. البقية كلها بنية تحتية، وهذه 50 سنة ما راح يذرون عنها أي مدينة جديدة ينشؤونها. ترى سهولة الوصول يستاهلون أهل قطر، لأن عندهم مدن جديدة، الأوسيل مدينة كاملة ومتكاملة، وأيضا التطوير القائم في البنية التحتية مثل ما ذكرت. لكن اليوم أنا بقول كلمة بصراحة وأتمنى الكل يسمعنا، في مقولة تقول الحرم في صمت الجمال جماله. اليوم ما نقدر نتحدث أمامنا أساتذتنا كلهم. لا أي والله. فرسالة لكل من يتابعنا اليوم، أي كلمة حابين تقدمونها لضيوفنا الأعزاء نتمنى المشاركة على هاشتاغ ليالي الكويت. برجع مرة ثانية حق الإعلام القدير مطلق نصار، الريادة كويتية دائما وتبقى إن شاء الله. من قبل 40 سنة وإحنا تأهلنا، يمكن أول المنتخبات اللي تأهلنا أول منتخب عربي آسيوي تأهلنا. اليوم ألا تعتقد أن يكون هذا الحلم بعد تجربة قطر أن يكون ممكن بطولة كأس العالم بالكويت، ولا بعد مستحيلة؟ صعب يعني بالوضع اللي الحين نعيشه، صعبة جدا جدا. يعني هي العملية تحتاج إلى عمل وفكر استراتيجية ورؤية ودعم على أعلى مستوى وقناعة، وأهم شيء القناعة، قناعة الدولة قناعة حكومة. هذا للأسف يعني أنا أقول لك إياها مو متوفرة حاليا. الصراع الرياضي الآن موجود عندنا ساهم بشكل كبير، يعني فلازم الأمور تعود كما كانت في السابق. نحتاج الآن إلى القيادة الرياضية. أنت تتكلم عن الإعلام الرياضي، من صنع الإعلام الرياضي الكويتي الحقيقي هو الشهيد فهد الأحمد، وأنا عاصرته، وأنا أتكلم عن خلال ال10 سنوات اللي عشت ويا الشهيد فهد الأحمد، وكان معانا أبو مشعل هو اللي صنع الإعلام الرياضي. الإعلام الرياضي ساهم بشكل كبير في أن يصل جميع المنتخبات، ما نتكلم عن منتخب إحنا ترى متفوقين في السابق مو بس كرة القدم، وكنا أول يعني كانت الرياضة عندنا حياة.
بلا شك. احنا كنا نستضيف بطولات وننظم بطولات، الانديه كانت تساعد المنتخبات الوطنيه، كانوا يجيبون يجيبون فرق من عالميه، يعني شوف نادي كاظمه يا برشلونه، نادي الكويت يا ريال مدريد، القادسيه يا سانتوس، نادي السالميه يا منتخب البرتغال. لما كانت هي طبعا كانت الانديه تلعب دور كبير في ذيك الفتره، الانديه هي اساس الرياضه، فلذلك الانديه لما انحسر دورها خلال الفتره الاخيره السنوات الاخيره ساهم بشكل يعني غير مباشر، بالاضافه الى ان مثل ما قلت لك يعني هو عمل 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 كبير، عمل مشترك، لا يمكن ان الاتحاد الكويتي لكره القدم الحاله يشتغل، لا يمكن الانديه الحاله تشتغل، لا يمكن الهيئه او اللجنه الاولمبيه، العمل كله لابد ان يكون ضمن خطه واستراتيجيه دقيقة، مش عملية أن أضع استراتيجية فقط أو رؤية فقط للبهرجة الإعلامية وكذا، لا تطبقها، وإذا لم تتبناها الحكومة والدولة راح تفشل. فلذلك أنا دائما أراهن على 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 يعني قناعة الدولة وقناعة الحكومة، هل تبوا الرياضة تنافسية، نظم كأس العالم كذا، يعني عرفت شلون، بطولات نوصل العالمية، هذه لها ثمن محمد ليلى. فلذلك احنا ما لا احنا امورنا لا عطم كره ولعبه، وصراحه هذا واقع حالنا، يعني لازم نتكلم الان. شوف الرياضه في دول الخليج، يعني في انا اضرب مثال في المملكه العربيه السعوديه، السنه حطوا الرياضه ضمن خطه التنميه، تعرف شنو ضمن خطة؟ يعني بتشوف خلال الفتره القادمه المملكه العربيه السعوديه توصل الى اعلى مستوى في الرياضه. احنا عندنا القدره، عندنا نملك القيادات ونملك الكفاءات ونملك الاعلام ونملك القياده السياسيه اللي تدعم الشباب الرياضي لكن نحتاج احنا كرياضيين، ترى العله فينا احنا رياضيين، تكلم عن واقع الرياضه. نعم. اذا تصافت قلوبنا وعملنا كلنا من اجل رفعه الرياضه الكويتيه راح نعود، وان شاء الله الحلم اللي انت الان قاعد تقوله محمد راح يتحقق ان شاء الله. نعم ابو بدر، انت نفس ما تفضلت، الرياضه الكويتيه كانت رائده دائما، وقبل وجود الانديه واتحاد كره القدم ياتي تاسيس الرياضي، فحضراتكم قبل لا تكونون اعلاميين كنتوا رياضيين، ومشعل كنت لاعب كره الطائره في زمن كانت كره القدم فيه سائده. كانت جميع الالعاب تلك الفتره نعم لها مكانه، صارت كيفان اللي هو الحمد لله تزال موجودة، ما مرت عليها الكلكترات، وهذه نعمة من فضل الله، مو مثل ملعب الصديق أو الملعب الأولمبي في ثانوية الشويخ بكل أسف. الحمد لله وبدر عاشها تلك الفترة، لعبة السلة أو الطائرة أو اليد، بقول لكم على سبيل المثال، أول شيء بستكمل ما تفضل فيه، تلك الفترة المجتمع متفاعل، المجتمع كله كان متفاعل مع الحركة الرياضية سواء كرة القدم أو غير كرة القدم. ثانوية الشويخ كانوا أسر، ثانوية الشويخ قبلت وعندنا ملاعب كانوا يأتون إلى الأستاذ في ثانوية الشويخ لما يأتينا فريق مصري أو أكثر ما نستضيف هنا. إذن ما تفضل فيه ببدر، عندما يتفاعل المجتمع إضافة إلى تفاعل الدولة والقيادة السياسية، من الممكن، أنا أقول من الممكن وليس المؤكد، الألعاب الأخرى كانت بتلك الفترة لها صنة ورنة، كنا نلعب كرة اليد والله العظيم. أذكر يوم الجمعة قبل تكون عندنا ملاعب وصالات، أنا حاضر يوم الجمعة قبل الصلاة تقام مباراة كرة اليد يا أبو بدر الساعة 9، أذكرها في نادي كاظمة بين العربي ونادي آخر والله ما أذكر، أعتقد كاظمة، الساعة 9 يوم الجمعة الضحى، ما عندنا مدرجات والجمهور متواجد، إذا كان في تفاعل بالمجتمع بشكل عام ليس لرياضة واحدة. أما كرة القدم فكان في قمة مجدها بغض النظر عن المستوى الفني، صحيح، بالستينات أو بالسبعينات بغض النظر، لكن كان المجتمع متفائل متفاعل تماما مع الحركة الرياضية. حتى الإعلام على بساطته ترى كان له دور، مطلق نصار لو كتب قبل الصحافة أنا بوصل الآن اللي بكل أسف لا زال المجتمع الكويتي متفاعل مع الحركة، أنا بكتب تحت أي قبل في ثلاث صفحات كل جريدة تتنافس غير الملحق، ها فاهمك، هذا كان له تأثير كبير على الحركة الرياضية. اسمح لي لا زالت الحركة عندنا، يعني الشعب متفاعل، يعني اليوم حتى مدارس عندنا دعاهم سمو أمير دولة قطر بدعوة كريمة منه لأنه متفاعلين مع الرياضة، تفاعلوا مع ما شاهدوه في قطر، نبي نشاهد شيء احنا عندنا، وهم متى يتفاعلوا معاك؟ عندما يكون هناك حدث حقيقي
أمور كثيرة ما تفضل فيها أبو بدر. عندما تتوفر هذه الأمور ونبتعد عن الشخصانية، صح، احنا من نقول من اللي نظم كأس العالم؟ هل سمعت رئيس الاتحاد؟ هل سمعته شيخ أو لكل تقدير أبو خليفة، أحمد بن خليفة، شيخ جوعان بن حمد رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، شقيق الأمير، سمعنا فيه؟ لا. سمعنا أحد يتواجد غير سمو الأمير الوالد شيخ حمد بن خليفة وسمو الأمير البلاد شيخ تميم بن حمد؟ هم قايدين. ليس معنى ذلك ما في عمل آخرين لا موجودين، عندما نتفاعل بهذه الطريقة نقول من الممكن. ليش؟ العنصر البشري موجود في الكويت ما شاء الله، إيه؟ العقول موجودة، التضحيات موجودة، من الممكن، لكن محتاج من يدق سلفها الحقيقي. والله سننطلق بسرعة إن شاء الله يا رب. أحب أن الحقيقة نقطة للتطول اللي كنا في الرياضة الكويتية، الرياضة المدرسية، كانت الرياضة المدرسية تلعب دور كبير. ترى احنا عشنا، تصور كان هناك في دوري مدارس أقوى من الدوري المحلي في فترة طبعا، وكان أيضا ثاني مراكز الشباب، مراكز الشباب تصور أغلب اللاعبين المنتخبات الوطنية والأندية الكبار انطلقوا من مراكز الشباب. الآن ما عندنا مراكز شباب بالاسم موجود، لكن ما لها نشاط، دوري المدارس انتهى. نعم. لذلك لا، والدور الإعلامي مهم جدا. يعني أنا أتكلم عن الصحافة لأني أنا ولد الصحافة. الصحافة المحلية الآن خلاص انتهت أمانة، مو انتهت لأنها يعني لا تغطي مثل، أو إحنا بنتكلم عن العصر الذهبي، أنا دائما أطلق على الثمانينات هو العصر الذهبي للإعلام الرياضي بشكل عام. بشكل عام. فبالتالي الصحافة الرياضية كان أول اللاعب الكويتي لما يقعد الصبح أول ما يفتح الجرائد علشان شنو يكتبوا عنه اليوم، لقاب عنه التحليل، قاب النقد الرياضي، قاب المتابعة. اليوم يحقق منتخب كويتي إنجاز اللعبة الفردية، أنا أتكلم عن اللعبة، ترى حنا اللي عندنا اللعبة الفردية هي شوية معطينا، يعني الرماية، الجودو، عندك المبارزة. نعم. هذه والكاراتيه، هذه الألعاب اللي هي فعلا قاعد تحقق إنجازات. نعم. فيجب مثل ما قلت، يجب ما نركز تركيزنا على كرة القدم إذا حنا بننهض بالرياضة. لا. نعم. بد أن نهتم. تصور لحد الآن في ألعاب فردية ما عندها صالات من 40-50 سنة، وهذه مهمة المسؤولين في الدولة، يجب أن يبنى فيها لهم صالات. فالمنشأة مهمة جدا، ولذلك هو الإطار العام لازم يعني ننظم العملية بشكل كامل. يعني ينقصنا اليوم مشروع رياضي طبعا يحتكم إلى الدولة. المنظومة الرياضية محمد، لابد المنظومة كلها لازم تتغير وتبني كما بنوها الأخوان. رسالة واضحة أبو بدر. نعم. ليلى أبو بدر ما شاء الله عنده كتاب قيم اسمه تجربتي في الإعلام، صحيح، قدم هدا حق كل أصدقائه أو أحبابه، أنا ما قدم لي ولا نسخة ولا شفتها. والله بالسيارة نسخة. موجودة. رأيك والله بالسيارة. عمرك يا غالي. حاضرين. يعني كل حق ليلى بعد. إيه بس أبو بدر، الإنسان من النسيان ما شاء الله تبارك الرحمن، وثقت الكثير من الأحداث الرياضية في هذا الكتاب. شنو كان التكنيك أو شنو كانت الطريقة أنك توصل وتجمع جميع هذه الأحداث وجميع هذا الزخم من المعلومات في هذا الكتاب؟ شوفوا أنا يعني ليلى عصرت، دخلت أنا بالإعلام الرياضي سنة 80، يعني عصرت وشاركت بطولات خليجية عربية أولمبية كثيرة، في صور كثيرة حقيقة. هذا يمكن أحد الأسباب الرئيسية في أني أفكر في الكتاب، أن شلون أجمع هذه الصور. يعني أن خليتهم أكيد راح أفقدهم، راح يضيعون، فقلت أجمعهم في كتاب واحد. صحيح. وأيضا بالإضافة إلى أتكلم عن مشواري الإعلامي وأعطي يعني تجارب الإعلامية للجيل الجديد، وأعرف شلون إحنا صنعنا نفسنا وشلون وصلنا إلى هذه المرحلة حتى فعلا الجيل الثاني يصير عليه. فلذلك هذا كانت فكرة الكتاب، ووجدت حقيقة دعم كبير وخصوصا من قبل وزارة الإعلام في تلك الفترة، وعملت هذا الكتاب بدعم أيضا من معالي وزير الإعلام السابق الشيخ سلمان الحمود. فكان هذا الكتاب كان في دعم، في لما تجد دعم وتشجيع من الجهات المسؤولة الحكومية في وزارة الإعلام أجد. فلذلك هذا الهدف الأساسي، والحمد لله جمعته، ونتمنى إن شاء الله يكون مرجع لكل
إعلامي أو صحفي رياضي. نعم، عساك على القوة إن شاء الله وبالتوفيق. أبو بدر، الآن نتكلم عن الإعلام الرياضي، الإعلام الرياضي في هالفترة وذيك الفترة، قبل شوية تكلم مع أبو مشعل قبل الهوى كنا نتكلم، قاعد يقول التنظيم والآن والكاميرات، أكثر من ثمن كاميرات وتنقل الحدث من بدايته إلى نهايته خلف الكواليس وفي الملعب وخارج الملعب. صحيح. الآن في ذاك الوقت لما كنتوا تغطون، لابد أن في أشياء ما وصلت حق الجماهير أو حق المشاهدين، خصوصا أن اختلف الإعلام في ذاك الوقت. الآن العالم كله أصبح قرية صغيرة. صحيح. وكل من يقدر يشوف الحين كل من وينتقل كل شيء، لكن ماذا عن الأشياء اللي ما شافها المشاهد اللي ممكن أنكم تشاركونا فيها؟ يعني شوفي، يعني حنا في تلك الفترة لما نتكلم عن عصر الذهب للإعلام الرياضي، يعني الصحافة الرياضية كانت تغطي تغطية شاملة. تصور يعني مباراة الآن تبتصير في دولة قطر، ينتظرون الجريدة، الجرائد تنتظر يكون جاهز الجريدة، بس فقط خط يعني 8 عمود عشان يغطون المباراة. يجيك المصور من المطار سيدة جايب الصور، ثاني يوم تنزل. اليوم 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 مباريات منتخب تلعب خارج الكويت ما لها تغطية، ولا حد يدري ولا الجماهير يدرون، بالإضافة إلى دور الإخوان في تلفزيون الكويت، وكان يعني الدور الحقيقة يعني دور كبير قام فيه اثنين من الأشخاص اللي هم فضل أنا علي في كتلفزيون الكويت، وأيضا كان لهم دور حتى على فضل حتى على المستوى الخليجي، المرحوم محمد الزامل عسى الله رحمه وأخوي محمد المسند، هذيلا كانوا لهم دور كبير. كانوا يعني ترى البرامج الرياضية في تلفزيون الكويت في تلك الفترة ما كانت ذاك الزخم الآن موجودة. لا. كان بس كان في تفاعل، كان تواجد بشكل ما تصور. منتخباتنا الوطنية محمد لما نسافر، حتى المعسكر التدريبي لازم يكون وفد إعلامي من تلفزيون الكويت ووفد صحفي. حتى البطولات الألعاب الفردية، تصور حتى الألعاب الفردية كانوا يشاركون ويتواجدون، فكان فعلا يعني التغطية. وكان طبعا تلفزيون الكويت المتابع من كل دول الخليج. نعم. وكان الإعلاميين الكويتيين كلهم معروفين الآن، حتى الآن يعرفون أكثر. فلذلك كان الإعلام رغم يعني قلة الإمكانيات إلا كان موجود، في إخلاص، في عمل، في متابعة، في إيمان، في إيمان من الدولة على مستوى وزراء الإعلام السابقين والمسؤولين، أو على مستوى كان في إيمان مطلق حقيقة بدور الإعلام. صح. والله يعني أذكر على سبيل المثال، أنا كان عندي عوض من الكلمة، أنا أول شيء لابد نسجل الكلمات حقيقة بحق من فقدناهم. يعني أنا واحد عوض من كلمة واحد، ترى أدين بالفضل الكثير والكثير لكل إخواني زملائي في الصحافة الرياضية. نعم. بدون ذكر هذه الأسماء، ودين أيضا بالمغفور له بإذن الله أستاذ فوز جلال رحمة الله عليه، مدرسة تتلمذنا على إيده في هذا الأمر. لكن كان تلفزيون الكويت، إحنا ما عندنا برامج ترى إلا يوم الخميس ويوم الجمعة، برنامج نسمي الرياضة في أسبوع، المجلة الرياضة، أي لكن كان لها تأثير على مستوى الخليج. كان عندي برنامج عملته في 96 أو 98، برنامج من حق الجمهور، أول برنامج حواري تلفزيون عربي يطلع على القناة الأولى في تلفزيون الكويت. كانت تأتينا اتصالات والله أذكرها من الجزائر، الله، كانت تأتينا من دول أوروبا، عربي يعيشون في تلك الفترة. إذن كان تلفزيون دول الكويت والإعلام الكويتي مؤثر تماما، مع احترامنا دول الخليج هذه بعضها ترى قبل يحطوا مشخال، ها إيه. البصره مال البصره وعبادان مال عبادان وكل هذول البحرين ذيلو زي قدر والله يحطوا مشخال اذا نعم. صار كوس علشان يشوفون تلفزيون الكويت، يشوفون البرامج الرياضيه. نعم. اضافه الى متابعتهم لتلفزيون الكويت بشكل عام. فالبرامج الرياضيه بشكل عام حتى على مستوى الصحافه كان لها تاثير كبير على دول الخليج. لذلك نهضت الرياضه، لانه هو الدعم الاساسي. اضيف حق اخوي محمد، تصور تلفزيون الكويت هو التلفزيون الوحيد العربي. نعم. والخليجي اللي ينقل مباريات نهائي كأس إنجلترا فيه. أصلاً نهائي كأس إنجلترا ما شاء الله. والحين بوبدر والله بالسبعينات المتى تذكره؟ أنا ذاك ساعة لما أتخصص في البرامج الرياضية، أنا كنت مذيع بعيد عن البرامج الرياضية. أذكر أنا اللي ناقب تلفزيون الكويت 1970 نهائي كأس إنجلترا. صح.
نعم أبو مشعل الآن معانا لاعب كذلك اتجه للإعلام، ينضم لنا من قطر اللاعب القدير سعد الحوطي. يا أهلا ومرحبا فيك. يا أهلا وسهلا أختي ليلى، ورحب فيك ورحب أخوي محمد. وطبعا أنا بشكركم على استضافتكم لهالإعلاميين الكبار، حياكم الله كابتن سعد. منور الدوحة ومنور التحليل هناك مع الزملاء الأفاضل في القنوات الإعلامية الحاضرة في بطولة كأس العالم في الشقيقة قطر. ماذا أو كيف ترى بطولة كأس العالم في قطر من خلال التنظيم والتغطية الإعلامية؟ أخوي محمد أول شيء خلنا حاتي الاثنين اللي عندك أرحب فيهم وأقول لهم مشكورين على ما قدمتوا لنا. طبعا الاثنين الإعلاميين الثلاثة كبار، واحد ماخذ التلفزيون وماخذ الصحافة والإذاعة، وكلهم لهم دور كبير في حياتي أنا كشخص. لذلك يعني أبو مشعل الأخ الكبير لنا كان له دور كبير، خاصة لما نسافر ونطلع في المعسكرات وفي المباريات، ما نستغني عن نصايحه، ما نستغني عن إرشاداته، ما نستغني عن الكلام الطيب اللي ناخذه منه وجهنا تعلمنا منه. أنا بالذات تعلمت منه أشياء كثيرة، خاصة في قعداته لما ننفرد مع بعض أوقات الراحة. وما أنسى أبو مشعل بالذات دائما هذه أتذكرها، بعد ما وصلنا إلى كأس العالم في الغرفة يوم فزنا على المنتخب السعودي الشقيق، وهو أول واحد أجرى اللقاء لنا كلاعبين وخذ رأينا وتكلمنا. شكرنا طبعا الله يرحمه الشيخ جابر الأحمد وسمو سمو الأمير الوالد الشيخ سعد وللشعب الكويتي، هذه ما أنساها أنا دائما، ساعات يدزونها لي واشوفها واتذكر هذا الموقف لاول اعلامي ياخذ مني كلمه اشكر فيها سمو الامير ولي العهد الله يرحمه. عموما بمشعل الحين ترى يعني يدير برنامج في نجوم عندكم تلفزيون الكويت، وهذا اعتقد بحد ذاته يبين مقدرته وعطائه وتكملته لمسيرته. مشكور يا ابو مشعل على ما قدمته. اي حق الاخ ابو بدر مطرق نصار هذا طبعا اخ وزميل وكاتب صحفي متميز، لما كان يكتب بالصحافه انا شخصيا كنت اقرا ثاني يوم ما يكتبه هو لأتعلم من أخطائي. أنا ساعات ما أدري كلاعب شنو أخطائي، لكن الكتاب الصحفيين لهم آراء ولهم وجهة نظر ولهم تفكير ويتميزون في هالأمور بدقة، إحنا نستفيد منهم. إذا ما نتعلم ونقرأ شنو أخطائنا ما نعرف نصلحها بالمستقبل. الحين ما شاء الله عليه أبو مطلق عنده برنامج ناجح بشكل كبير بالإذاعة على المكشوف، ويقيم وينتقد ويدافع وينصح ويوجه بنفس الوقت، واعتقد هذا بحد ذاته دور كبير للرياضة الكويتية. أنا حبيت أشكرهم على ما قدموه كل سنواتهم على أبو مشعل بالتلفزيون وأبو بدر في الإعلام والصحافة وكذلك بالإذاعة. أما أخوي محمد لما تكلمني الله يحفظكم جميعا عن شنو في قطر حاليا، أعتقد عايشين أيام جميلة رائعة متميزة لا أعتقد أنها راح تتكرر بالعالم، ما راح تتكرر والله العظيم. يعني لما تشوف الجماهير تشوف المعالم الموجودة تشوف الاحتفاليات تطالع من خلال نقل التلفزيون، ساعات ما أقدر نوصله إحنا نشوفه بالتلفزيون أشياء شيء ما نقدر نوصفها. ساعات تقول بالحلم لا إحنا قاعدين نشوفه قدامنا، والله العظيم نشوفه قدامنا. احنا كنا نقول ان قطر هذا حلم في يوم من الايام ان احنا نسوي بطوله عالم، سووا الحلم والاعجاز بنفس الوقت، كله طبعا بفضل من رب العالمين وفضل الاداره هني والحكومه بقياده سمو الامير الوالد شيخ حمد والشيخ تميم واخو الشيخ جاسم اخوانه جوعان، قاموا بادوار كبيره. ليلى بس كلمه واحده اختي بقولها، تفضل. ان قطر يوم 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 فازت بالملف، فازت بملف تنظيم كأس العالم بكل جدارة،
صحيح. وتفوقت على أمريكا وعلى دول سابقتها في كثير من نقول إحنا التكنولوجيا والتطور. الله يهنيهم ووفقهم ونتمنى لهم التوفيق دائما كابتن سعد. لكن الآن بوجودك هناك وفي أجواء كأس العالم، رجعتك لمشاركتك في كأس العالم والأجواء قبل؟ اي والله، ذاك اليوم احنا في الملعب مباراه السعوديه مع بولندا، كنت انا مع الاخ العزيز محمد سعدو الكواري، انت تحدث داخل الملعب، يقول لي ما ودك تلعب ومحمد هني؟ قلت له وين نلحق نلعب الحين احنا هني؟ راحت علينا هالملاعب انتم الخير والبركه، هالملاعب الجميله. تصوري يا اختي ليلى اخوي محمد ومشعل وبدر، ان الارضيه تساعد اللاعب على الابداعات. ساعات في ارضيه تخليك تلعب بالملعب، الجو العام يخليك تلعب، يخليك تفكر. ملاعب الاستادات هذه اعتقد حتى اللاعبين اللي لعبوا في ملاعب كبيره اعتقد برا، اعتقد ما لقوا ارضيه مثل الارضيات اللي موجوده، وملاعب وخدمه وكل شيء، يعني انت ما تتوقعه او ما تتصوره او ما تقدر ان تفكر انه يصير، صار في قطر. يا ابو محمد عطني الارضيه الصالحه غير ارضيه الملعب، ها؟ والإنسان الكويتي عند القدرة على الإبداع مثل ما أبدعته تلك الفترة. بو مشعل إحنا عندنا القدرة على الإبداع والعمل وكل شيء، بس أنت قلت كلام فعلا موزون. أول شيء لازم تصافى القلوب الكويتية الرياضية، وهذا شيء مهم. ثاني شيء يجب أن يكون هناك دعم من الحكومة، الكويتيين قادرين يسوون أمور كثيرة، لكن يجب أن التصافى. إحنا نبي الكويتي يفكر بالكويت ما يفكر بنفسه، لأن الكويت هي الباقية وإحنا كلنا رايحين. عيالنا اللي بيستلمون الكويت خلينا نسوي شيء حق عيالنا، ترى الامور تبتدي خطوه بخطوه والالف ميل يبدي بخطوه، خلونا نرجع ونصالح نفسنا ونقعد عشان الكويت ترجع مره اخرى لما كانت عليه مزدهره. ان شاء الله بترجع اكيد بجهود كل القيادين في الرياضه واكيد في الكويت. شكرا لك على هذه المداخله وان شاء الله ترجع لنا بالسلامه كابتن سعد الحوطي. الله يسلمكم، مشكورين وشكرا على استضافتكم للجبال اللي قاعده قدامك. سلم عمرك. عندنا مشاركات، بس بالتعليق اسمح تفضل. شوف هذا نتاج سعد الحوطي وفيصل الدخيل وغيرهم اللي متواجدين برا، نتاج شنو؟ نتاج الدولة مؤمنة أيضا في العمل الإعلامي، وهذا تلفزيون الكويت في إزاه الله خير أخوي محمد الزام رحمة الله عليه، زين، إنما كنا مصرين على تواجد المحلل الفني اللي كانوا ينحاشون من الاستوديو، لكن قادرين على أن احنا استقطبناهم. نعم. وأصبح عندنا كم ما شاء الله من الكبير، ويكفي فيصل الدخيل وسعد الحوطي متواجدين في كسا، وأمثالهم الكثير والكثير أكيد من الزملاء الرياضيين. هذا نتاج التلفزيون. عندنا بعد مشاركات من متابعينا. بنت الكويت تقول شكرا برنامج الكويت على استضافتكم رموز الإعلام الرياضي الكويتي محمد المسند ومطلق النصار، حلقة رياضية مستمتعين فيها. هذا الأكاونت غير اكاونتك خلت تأبط خيرا. يا رموز الاعلام الكويتي منورين ويتكلمون عن خارطه الطريق لعوده امجاد الرياضه الكويتيه، استسمحوني عذرا. نطلع فاصل اعلاني وراجعين معاكم باحلى حلقه مع نجوم. السلام عليكم. حقيقه يعني ايضا استاذ محمد المسند ومشعل من المذيعين القدامى اللي كنا نتابعهم بالفعل يعني ايام الاسود والابيض وايام اللي كان التلفزيون فيها على البحر في الاسمان، وكان فعلا يعني كان مدير شامل يقرا اخبار وخرائط ويقدم برامج. لكن فيما بعد ايضا الاستاذ محمد المسند يعني تخصص في المجال الرياضي، يمكن الان مكتبه التسجيلات في التلفزيون مليئه بالاعمال الوثائقيه الموثقه واللي صورها وسجلها من خلال لقاءاته مع الرياضيين والشخصيات الرياضيه. الله يعطيه طول العمر ووفقه ان شاء الله ويبقى استاذنا دائما الاستاذ محمد المسند. اما الزميل ابو بدر مطلق نصار تعاملت معه يعني ايضا عن قرب من خلال وجودنا في برنامج على المكشوف لمده 23 سنه، وفعلا يعني كان برنامج متميز بوجود الاستاذ مطلق نصار. واذكر ايضا استاذ مطلق طبعا ويانا في وزاره التربيه معلم مدرس تربيه بدنيه، وكذلك ايضا يكتب في المجال الصحفي في الاعمده وناقد رياضي، وكذلك يمكن في يوم من الايام يعني ايضا انضم لنا في وزاره الاعلام كبرنامج مساء الخير، كان يقدم لنا الاخبار الرياضيه. مع ابو مشعل شهادتي قبل روحه شلون صداقتي واخوتي معاه ممتد اكثر من 50 سنه وعليكم الحساب.
كونه لاعب كان بطولة طائرة النادي العربي أيام الستينات، وأذكر لي موقف معاه إن سافرنا القاهرة تقريبا حوالي 10 أشخاص، فهو وش الحبيب عجبني على حسابه الشخصي، لا وركب لي بعد درجة أولى، هذا أول مرة بالثمانينات أركب درجة أولى، هذا طبعا شيء مو غريب على أبو مشعل كونه أخو عزيز علي وأخو عم كبير. أما الأخ أبو الطيب وبدر أيضا صديق وأدخل وإعلامي طبعا مرموق ومميز، هو صادق مع نفسه قبل ما يكون صادق مع الآخرين، وهذه طبعا ميزة يتبتى فيها الأخ بدر، إن شاء الله الله يوفقه وأبارك فيهم الحمد لله. تحية للإعلامي علي حسن وسعود أبو حمد، وطبعا التعليق لكم على الكلام اللي قالوا. والله سعود ما ليش قال، بس سعود محمد حق أسرته الكريمة تربطنا فيهم علاقة من أيام والده الله يغفر له، عندهم ديوان برمثية ذيك الساعة يمكن من 50 سنة زين، فأنا أخوهم وأخوان أحبه ما شاء الله، وعندهم الفكاهة والكرم عندهم بكل أمانة. سعود محمد يبقى أخ عزيز بالنسبة الله يديم المحبة إن شاء الله. أما عن أبو شملان أنا أقول عنها تربطني في علاقه كبيره كبيره جزاه الله خير، والسالم لكن عاد علاقته في ابو بدر غير، هو قادر على انه حقيقه طبعا حقيقه تكلم عن ابو شملان تكلم عن طيبه القلب، انسان طيب فوق الطبيعه يعني اللي على قلبه على لسانه حبيب، يعني علاقتي جدا طيبة واستشيرني أمانة، وفي الإنسان كل واحد يعرف قدرات نفسه، يعني هو طبعا هو بشكل عام هو يعترف يقول هو رياضي لكن استفاد يعني، وكان يسألني وأعطيه معلومات ويستفيد، وفعلا يعني ثقف نفسه رياضيا أمانة، وأنا يعني ساهمت في ذلك من خلال خبرتي في الإعلام الرياضي، فكان شخص مجتهد يعني يعمل وحريص، وكنت أعتمد عليه في برنامج علمك شوف أمانة، يعني حتى لما أكون أسافر وكذا فكنت أعتمد عليه في أنه يسد الفراغ، وكان فعلا يعني ولو أنه يعني دائما يمسك العصب النص مو مثلي، أنا من نوع لسان مفتلد، لكن هو ما شاء الله يعني يوزن الأمور شوية يهدي الأوضاع، فعسى الله يعطي الصحة والعافية. طبعا أخوي سعود يعني من اللاعبين المميزين بالإضافة اللي أنا شخصيا عاشرته، عندما كنت طلب من الشيخ أحمد الفهد أول ما استلم الرياضة الكويتية بعد استاج والده، قال على أساس أنه يسترد مناصب أبوه في الخارج، المجلس الأولمبي الآسيوي، اللجنة الأولمبية الدولية، فقال أبيك تكون ترافقني يعني كإعلام يعني، وكان في ذيك الفترة ما كانت في صحف، كانت في جريدة الفجر الجديد، وأنا كنت ماسك الفجر الجديد، هذا طبعا مسؤول عنها وزارة الإعلام هي اللي طلعتها، كان الوزير السابق بدر يعقوب كلموني أني أمسك القسم الرياضي، وكانت الصحف الثانية واقفة، فقلت له بالعكس هذا شغلة مهمة وطنية، فكنت أرافق الشيخ أحمد الفهد يمكن حوالي 4 سنوات متتالية من دولة لدولة، وكان سعود معانا ما شاء الله لازق فينا يعني، ها كان لأنه مدير مكتب، شخص حبيب وخدوم يعني يكفي أنه خدوم، فعسى الله يعطي الصحة والعافية. اللهم آمين. طبعا المجال الإعلامي ومسيرتك الإعلامية، خلال مسيرتك الإعلامية أبو بدر قدمت أكثر من برنامج رياضي، منهم مشوار رياضي، منهم وفيهم نجوم الملاعب، نجوم وأرقام، وعلمكشوف. علمكشوف لربما هو البرنامج الأكثر استمرارا انطلقت فيه من 1994. شو اللي ساهم في نجاح هذا البرنامج بالذات؟ هذا البرنامج بس على فكرة أنا أقول لكم، هذا البرنامج ترى لما كلمني الإعلامي القدير الكبير أخوي خليل إبراهيم كان مدير إذاعة البرنامج الثاني، فقال أن عندنا برنامج حواري لأول مرة، هو برنامج محلي يناقش القضايا المحلية، ولكن نبي في نوع من الصراحة والجرأة، وإن أنا أعرفك أنت يعني من النوع اللي تقدر تمسك هذا البرنامج، واعترف لي قال لي صراحة يقول هذا البرنامج من فكرة أو فكرة الشيخ أحمد الفهد، وهو اللي رشحك أنك تقدم هذا البرنامج، فقلت له بالعكس يعني هذا شهادة أعتز فيها وأنا مستعد، وفعلا بدينا البداية، لأن البداية لما تكون قوية
خلاص احنا بدينا قويه يعني قمنا يعني نطق العدل، نتكلم عن الاوضاع الخاطئه، ننتقد بشكل طبعا انتقاد العمل والفكر والسياسه وليس الاشخاص، ونجح هذا البرنامج وتفاعلت المستمعين تفاعلوا معانا بشكل كبير. يعني في يوم في اليوم يمكن 12 مداخله 13 مداخله ينتهي البرنامج، فهذا اللي ساهم في بالاضافه لتغطيتنا لجميع الالعاب الرياضيه. نعم. وخصوصا الالعاب الفرديه، احنا كنا دائما نصرين الالعاب الفرديه لان كانت الالعاب الفرديه مهمله على المستوى الاعلامي، فاحنا كنا نركز على الاعلام. يعني لا يجوز يعني تمشي حلقه في اليوم اذا لم يكن هناك لاعب فردي على مستوى الاتحاد. نعم. فهذا اللي ساهم في عمليه النجاح. واضح. معنا اتصال الحين اذا سمحتوا لي مع الاستاذ حمود الديحاني، وكيل وزاره المساعد في جهاز متابعه الاداء الحكومي. مساك الله بالخير وحياك الله ويانا في ليالي الكويت. مساكم الله بالخير، اسعد الله اوقاتكم. امانه سعيد اليوم بهذه المداخله في هذا البرنامج الرائع، فتحيه لاسره البرنامج، وسعادتي أكبر بوجود المعلم والأستاذ والقدوة أخوي الكبير محمد المسند وكذلك الأستاذ مطلق النصار. طيب أستاذ حمود، كيف كان استعدادات الإعلام القدير محمد المسند للبرامج بحكم احتكاك في مسيرته الرياضية الإعلامية؟ يعني بداية محمد المسند تجاوزا نقول عم أبو مشعل هو الأب الروحي أمات الإعلام الرياضي. نعم. هو القدوة، هو النموذج. يعني احنا ما نبالغ لكن نقول يعني محمد المسند يوجد فقط في المدينة الفاضلة أمانة. أنا أخجل من تعدد مناقب وصفات ونبل هذا الرجل. بس كان عصبي يعني دائما عصبي أثناء العمل، عصبي يقولون أبو مشعل. أبدا 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 ما هي موجودة هذه الصفة أخوي محمد نهائيا. يعني أنا أمانة على المستويين يعني الشخصي والمهني. نعم. هو معلم واستاذ وقدوه بالنسبه لي. مهنيا يعني كان محمد المسند في برامجه يتعامل معها كانه سنه اولى. كل برنامج لمحمد المسند هو البرنامج الاول في حياته، من حيث الاستعداد، من حيث التحضير، التبكير في الحضور، احترام المواعيد، احترام التخصص، يعني يعطي المعد حقه، يعطي المخرج حقه، يعطي المذيع حقه والمصور حقه كذلك. في كل حلقه في كل برنامج يسأل المخرج وين تبيني أقعد، يسأل المعد شنو تبيني أبدي فيه. محمد مسند كان مدرسة في التعامل مع أسرة الله. البرامج بشكل عام. الله. ولا زال. يعني حتى في آخر مر ولا زال طبعًا. أنا أقصد كمرحلة أنا تعاملت معه بذيك الفترة، يعني كنت محظوظ جدًا إني تتلمت على يد محمد المسند. ومشعل يعني لو تطلبون منه في هذا العمر وهذه الخبرة إنه يقدم نشرة راح يقدم نشرة. لو الله. تقول له أبيك فويس أوفر على تغرير يقدم فويس أوفر. لو تقول له بوش على أبيك مذيع ربط محتاجك يقدم مذيع ربط. ما يعني لا يخجل من هذا الأمر، يحترم الشاشة ولا يعترض ولا يتكبر على المشاهد أبدا. هذا يعكس المهنية المتفردة ونبل الأخلاق حقيقة. لكن سؤال حمود، ليش هديت الحق الإعلامي وين رحت؟ والله كان الحق الإعلامي يعني مرحل مراحل العمر يعني، لكن أنا عندي وظيفتي الحكومية كنت ماشي فيها كذلك، والله الحمد الآن كلفت بمهام معينه، فصعب جدا ان نستمر في الاعلام الرياضي. الله يوفقك ان شاء الله، ومشكور على هذه المداخله يا حمود. مشكور. كل الشكر لكم. مشكور يا ابو نجود، الله يطول في عمرك. وبقول لكم شغله عن حمود الديحاني. نعم والله. كل امانه. ونجود حقيقه ما عليكم زود، قمه الاخلاق والادب في هذا الشخص بكل امانه وصدق. الله يحفظك. يملك فكر مو طبيعي. يملك فكر اعلامي مو طبيعي. ترى في فترة أبو بدر كان معنا في القناة الثالثة. نعم. كان يشارك في الكثير من البرامج، لكن كمعد عنده ملكة من الله سبحانه وتعالى. خليني أقول لكم، أنا أذكر على سبيل المثال برنامج الدائرة الثامن، برنامج حواري على الهواء، إعداده إخراج محمد الطني الله يذكره بالخير. ما له مقدمة للبرنامج؟ احنا عندنا دائرة ثامن؟ انا اسالكم. لا ما عندنا دائرة ثامن. نعم. معناته ما في اشارات نوقف عندها. نعم. شوف لما يكون واحد مثل هذا المعد ويكتب مقدمة، ها؟ مقدمة للبرنامج، ويجي مخرج متميز محمد الطني ويصور هذه المقدمة الدائرة الثامن اللي لا ترد حدود ولا ترد اشارات ولا ولا
أنا كنت معجب والله وعاشق فقط أعيش أنا فقط في هالمقدمة ولا أزال أحلم فيها. وبكل أسف والله يوفق من فضل الله سبحانه وتعالى الآن ويستحق هذا المكان اللي هو فيه الآن وكيل وزارة مساعد زين، لكن فقدناه كرجل يملك فكر إعلامي من الدرجة الأولى. أما أخلاقه فيكفي يقول محمد المسجد العم أبو مشعل يا حبيبي، فلك العمر الطويل يا أبو نجود، وشاكر جدا حقيقة على ما تفضلت فيه. أما أنا لا أترفع وأقول لكل الزملاء، أقول لهم شوفوا أنا عمري حجم بغض النظر عن خبرة ما خبرة، لو يتصل فيني مدير القناة يقول أبو مشعل تكفى مطلق نصار جاي نضيف من الإمارات أو من أي دولة ما عندنا أحد يطلع لي يعمل لقاء، أطق سيارتي وأروح أركض. وهذا الأمر أقول لهم لا يقلل من شأني أنا محمد المسجد سويت هذا اللقاء. أنا ليش سويته؟ أنا لأن محتاجين لأني أعمل، ما في أحد شو البديل، ما أترفع أنا على أي عمل. نعم أختار، نعم من حق أختار، لكن ما أترفع عن أي عمل طالما هذا العمل مدة 5 دقائق أو مدة ساعة ويؤدي الدور. يا مرحبا ويا مسهلا فيك، فجزاك الله خير يا ابو نجود وكثر الله من امثالك وبارك الله فيك. عساك على القوه يا ابو مشعل والنعم فيك ابو نجود. الان على طاري البرامج والاعداد، من البرامج اللي قدمتها برنامج حديث الرواد. برنامج حديث الرواد ربما لاقى نجاح كبير. كيف نجح هذا البرنامج؟ ما هي التفاصيل اللي تذكرها من هذه البرنامج؟ إذا كان أبو بدر أخوي أبو بدر وزملاء في الصحافة الرياضية، وبدر مثل ما تفضلت وعندي ترى عندي نسخة من الكتاب مهدي لي جزاه الله خير توثيق للحركة الرياضية. إحنا مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى، أنا أكبر من بدر سنا وليس مقاما إن شاء الله، عايش الحركة الرياضية منذ الستينات عايشها. بديت في برنامج اسمه مذكرات رياضي وكان بدائي في الإخراج حتى، لكن سجلت مع شخصيات وإحنا عارفين كبار سن الله يغفر لهم يرحمهم من غادرنا إلى الآخرة، سجلت مع مجموعة كبيرة. جيت إلى مجموعة أخرى اسمها حديث الرواد وسجلت أيضا مع الغالبية العظمى من القياديين الأوائل وهو توثيق للحركة الرياضية. أي باحث من الطلبة أبناء في جامعة الكويت أو في أي مكان آخر يريد أن يتحدث عن الرياضة الكويتية يجدها في هذه البرامج، سواء برامج أنا حديث الرواد أو مذكرة رياضي أو ما قبله أو برامج اللي سواها أخو بدر سيجدها موجودة هذه، وهذا التوثيق للحركة الرياضية. أذكر على سبيل المثال خضير المشعر رحمة الله عليه رئيس نادي الكويت الأسبق ما عمره صرح إلى تلفزيون أو ما شابه أو إلى جريدة، يمكن بدر ساعدنا لذلك. فبالصدفة أنا مودي شريط الله غفر له يوسف سويدان حكامنا الأوائل بعد اللقاء مودي له نسخة، فسألت عن خضير المشعل قالوا موجود، دخلت عليه بغرفته يشرب شاي، محمد إيش عندك؟ لقيتهم يسولفون عن سوالف رياضة الخمسينات شاهين وما شاهين، هذه الأسماء أنا أعرفها زين. فسألني محمد ايش عندك؟ قلت والله انا حق السوالف، قال شنو السوالف؟ فقلت له عمي كذا كذا، رفض لكن الله سبحانه وتعالى سخرها لي وسجلتها. نعرض البرنامج وانا مره اذكر احنا بنروح كاس الخليج 96 98 في البحرين، وكان عندي البرنامج من حق الجمهور، وانا بشارع كان درايف تليفون سكرتير خالد العنزي محمد المسجد وينك فيه الساعة 1:30 خير إن شاء الله؟ قال الوكيل يبيك خير إن شاء الله، أنا الحمد لله ما أغلط أنا رقيب ذاتي. المنطقة سيارة رجعت للتلفزيون دشيت على خالد العنزي أخذ إيدي خير، قال دور 13 الوزير، قلت اللهم كاف خير إن شاء الله. دخلت على الله يذكره بالخير الأخ أبو خالد يوسف سميت وهو رياضي من الدرجة الأولى لاعب ثروة الشويخ وبنادي الكويت، فقال لي كلمة ما تقال الآن من باب القشمر يعني نعم. بمعنى شلون سجلت حق خضير المشعان؟ فقلت له السالفة كذا 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 كذا، قلت له الحين ايش حق بنادي؟ قال تعرف ايش حق بنادي؟ قلت له قال بقول لك مشكور. لا اله الا الله. قلت
الحين جايب عزها الظهر ومخرع عيني ودور 13 والوزير قال لي بارك الله فيك ولا تخلي انت قاعد توثق الحركه الرياضيه بشكل عام اقول لك اكمل مسيرتك. الحمد لله من فضله سبحانه وتعالى. يعني يشعر الانسان وهو يغادر هذه الحياه انه ترك شيء للكويت يمكن اللي على هواي ما حد يذكرنا لكن في هذه الامور ان شاء الله يذكروننا بخير. اكيد اكيد دائما بالخير. ابو بدر ماذا عن اول عمل اعلامي تلفزيوني تذكر اي سنه؟ هذا سنه 86 87 بديت حقيقه كمراسل لبعض البرامج الرياضيه وخصوصا مباريات كرة القدم. كنت أدخل وكان أخوي محمد المسند يقدم بالاستديو وكان أخوي محمد الزامل الله يرحمه. فكنت أنا بديت مراسل في الملعب أعطي رسالة يومية أو لقاءات بين الشوطين، ثم دخلت أيضا في بطولات أخرى حتى وصلت إلى تدرج، ثم بديت عرض علي أن أقدم برنامج وبديت أول برنامج كان اسمه نجم الملاعب. ومن جمال هذا استضفت عدد كبير من اللاعبين، ولكن أجمل حلقة كانت مع الشهيد فهد الأحمد وكانت على الجزئين وكانت حلقة مميزة أمانة. ثم بدأت يعرض علي برامج أخرى وقدمت حقيقة العديد من البرامج اللي قالتها ليلى، وفي هناك برامج حقيقة يعني غابت عن الذاكرة. أيضا قدمت أيضا كانت إذا تذكرون في دورة مشعل دورة غرب آسيا صارت في الكويت بوجود عدد من العاب كل العاب الرياضية. نعم. وهذا يؤكد على قدرة تلفزيون الكويت إذا أراد أن يبدع يبدع أمانة، خص أخواننا في القناة الثالثة رسالة يومية 24 ساعة رسالة يومية. شوف تصور يعني شلون كان العمل. الآن الحين عندنا مباراة كرة السلة فجأة يقول الآن انتقل إلى صالة كذا في نهائي جمباز، تنتقل شوف الإمكانيات شوف الكاميرات، ننتقل إلى صالة الجمباز ونعمل التجويد، أرجع مرة ثانية يقولون الآن إحنا في ننتقل إلى ألعاب القوة في تجويد ألعاب القوة، ثم ننتقل ألعاب. فشون العمل إذا وهذا الآن أقدر أنا أعرف إن هناك شباب رياضي مبدع فنيين ومخرجين ومعدين ومقدمين في إذا في تلفزيون الكويت بقناة الرياضي الثالثة وأيضا كانت بالبرامج الرياضية السابقة فعلا مبدعين، ولكن يحتاجون إلى الدعم والتشجيع وهذا ما نتمناه خلال المرحلة القادمة. عندنا قدرة كاملة إن شاء الله. فلذلك يعني هذا البداية والحمد لله يعني. ثم انتقلت أيضا إلى قنوات خاصة أقدم برامج أخرى أيضا في تلفزيونات أخرى. نعم. نعم إن شاء الله يستمر الدعم. نعم. إن شاء الله ويستمر شاء الله الإبداع. شاء الله. طبعا ساعة ما توفي حقكم أن نغطي مشواركم ومسيرتكم الإعلامية، بس كلمة أخيرة حاب يقولها محمد المسند وكذلك مطلق النصار، تفضل أبو مشعل. أقول أول شيء الله يحفظ الكويت يا رب العالمين. اللهم آمين. الله يحفظ الكويت. الله يحفظ الكويت. اللهم آمين. الكويت فيه الإمكانيات والقدرات، الإنسان أولا موجود والمال موجود بفضل الله سبحانه وتعالى، كل مقومات النجاح للكويت في أي مجال مجالات موجودة. أسأل الله سبحانه وتعالى يا رب العالمين يحفظنا وتصفى القلوب من أجل الكويت. ويا رب يا رب تكتمل الفرحة في دولة قطر ويتم هذا النجاح الباهر وتكون رسالة للعالم أجمع أن إحنا يا عرب إيش ما قلتوا عنا من كلمات أعطينا الصورة من فضل الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله بإذن الله أعتقد ما ينتهي كأس العالم إلا يمكن أكثر من 1000 قد أعلن إسلامه في هذا، وهذه من ضمن النجاحات لكأس العالم. نعم. والشكر موصول لكم. أنا سعدت حقيقة يمكن ليلى أنت أول مرة وابتسامة ما شاء الله تبارك الشرف ما قصرت. أما محمد الله تبارك الرحمن أحد أبنائي الحقيقة، أتمنى دائما حقيقة المزيد والمزيد من هذا النجاح، والشكر موصول لكل إخواني حقيقة المسؤولين عن هذا البرنامج، وإحنا دائما حقيقة في خدمة تلفزيون دولة الكويت. أكيد بلا شك. مبدر أنا أعتقد يعني الكويت تستاهل كل الخير طبعا، والكويت تحتاج إلى تكاتف كل الشباب الرياضي. أنا أتكلم عن الوضع الرياضي، الكويت مو قاصر على شيء، وهذه حقيقة رسالة أنا أوجهها إذا تسمحوا لي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف. هذا الشخص جاء من رحم الرياضة ورياضي ويعرف خبايا الرياضة الكويتية ومطلع على كل ما يعمل. إحنا نتأمل في خير ونتمنى إن شاء الله أنه يكون هو القائد الرياضي وهو اللي يصلح الوضع الرياضي الآن في الكويت حتى نصل إلى المرحلة اللي إحنا نحتاجها. جاء
جميل، وهذا اللي أول مرة ترى في تاريخ الحكومات المتعاقبة في دولة الكويت، إن لما يكون اجتماع قرارات دائما تطلع القرارات، تطلع قرارات صحية في التعليم، في الصحة، في أي موضوع آخر، ما يجيبون طال الرياضة. لأول مرة يطلع قرار من مجلس الوزراء، لأول مرة يذكرون اسم الرياضة من خلال قرار بناء استادات كروية في 6 المحافظات لأول مرة، وهذا حقيقة بداية خير، ومتأملين خير إن شاء الله. وهذا اللي يعطينا أمل إن شاء الله الرياضة الكويتية تستعيد جزء كبير من عافيتها، ومثل ما قلت لن تتطور الرياضة الكويتية ولن نصل إلى اللي حنا ما نبتغاه إذا لم يكن هناك الرياضة ضمن خطة التنمية، ضمن خطة المشروع الحكومي، وهذا اللي حنا نتمناه خلال المرحلة القادمة. وثقتنا كبيرة في الحكومة وسمو الشيخ أحمد النواف. إن شاء الله. أكيد. إن شاء الله. أكيد ثقتنا كبيرة. إن شاء الله رسالتك وصلت بالطبع. الأستاذ الإعلامي القدير محمد المسند، شكرا لك. أستاذ مطلق النصار الإعلامي القدير، شكرا جزيلا لكم وجودكم معنا في الاستوديو. ما قصرتوا محمد. الآن قبل أن نختم الحلقة وين نروح؟ نروح عندنا لقاء مسجل، أكيد نترككم مع هذا اللقاء المسجل ونشوفكم إن شاء الله في حلقات أخرى من برنامج ليالي الكويتي. للقاء.